هتقول له ايه بقى خضر هاشم من احسن يعني من احسن الحراس اللي دخلوا مصر نادي ترسانة عندنا. هو واحمد ناجي كان الاثنين حاجه فوق الوصف، كانوا الاثنين بينافسوا بعض. نعم. لكن هل لما يكون في حارس مرمى تاني ممكن يخلي الاولاني يبقى يشتغل كويس؟ هم كانوا ثلاثة كابتن مصطفى، كانوا ثلاثة. هو وسامح يحيى. ده سامح يحيى الله يرحمه ده كان حاجه جامده، حاجه يعني. نعم. جول كيبر يعني. نعم. زي احمد ناجي كده وخضر هاشم. خضر هاشم خدنا بيه كاس مصر 86. نعم. يعني من الحراس اللي ما شاء الله يعني. طيب معايا اخر تقرير بقى، كابتن شريف بيومي حارس نادي ترسانه. شريف حبيبي شريف. فما انا الناس كلها حبايبك، انا مش حد. انت ما حتى تقولش انت حبيبي. هنسمع شريف بيومي هيقول ايه ونرجع. ماشي يا كابتن. كابتن حسن علي طبعا كلامنا فيه مجروح، وكابتن حسن علي من ضمن المدربين الحراس العظماء اللي جم في تاريخ الكره المصريه، وكان ليه فضل كبير على كتير من الحراس وخاصة حراس نادي الترسانة، منهم كابتن خضر هاشم وكابتن أحمد ناجي وكابتن سامح يحيى الله يرحمه وإسلام يوسف وعظام عبد العظيم. كان في حراس صراحة أنا ما أفتكرش، في شندي كان حارس برضو مميز جدا في نادي الترسانة، وفي غيرهم كتير. كابتن حسن علي ساهم في اكتشافهم وساهم في تطويرهم، وكابتن حسن علي كان من ضمن المدربين اللي سبع عصره في التدريب. يعني كابتن حسن علي احنا دلوقتي كمدربين بنطلع وبنعمل ابديت للتدريب بتاعنا، وكابتن حسن علي الحاجات اللي احنا بندرسها دلوقتي هو كان بيديها لنا في التسعينات. فصراحة كابتن حسن علي ليه فضل كتير 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 على معظم الحراس اللي طلعوا في نادي الترسانة وخارج نادي الترسانة. انا كنت اتذكر ان كان في معظم الحراس اللي بره نادي الترسانة كان بيجي يتمرنوا معاه مع كابتن حسن علي الصبح، واتذكر منهم الكابتن احمد شوبير كان بيجي ساعات يتمرن مع كابتن حسن علي في نادي الترسانة.